السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة ديالي. إن الدول التي قررت الوقوف مع روسيا ضد الغرب ستعاني كثيرا في المستقبل. اليوم شنو وقع في بولونيا من إهانات لجنوب إفريقيا هي فقط البداية، لأن القادم لم يكن هناك فقط إهانات، إنما سيكون هناك تهميش، حصار وتشويع لهذا البلد. امتيازات كثيرة كان يستفيد منها هذا البلد من هذه الدول، دول الغرب، لكن بعد اليوم تكون هناك أي امتيازات. سيكون هناك عمل سري، عمل علني، على ماذا؟ على محاصرة هذا البلد اقتصاديا، تجاريا، وسياسيا، وحتى أيضا عسكريا. فحتى وإن انتهت هذه الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا وأمريكا ودول الغرب، لن تنسى أبدا هذا الانحياز الذي اتجهت فيه مثل هذه الدول، تحدث مثل جنوب إفريقيا والجزائر. وهذا معروف على الولايات المتحدة الأمريكية، وكان على مر التاريخ، ودول الغرب لا تنسى أبدا مثل هذه الأمور. والعقوبات ستظهر مستقبلا حتى وإن كانت بطرق غير مباشرة، والعقوبات ستؤدي في النهاية إلى زوال هذه الأنظمة، إلى تدمير شامل لهذه البلدان. فما وقع في بولندا أو بولونيا وفعلا النظام الحاكم في جنوب افريقيا إهانات، ورسالة واضحة ايضا لما في هذه الرسالة، رسالة ان هناك غضب غربي شديد على جنوب افريقيا وعلى كل من يقف في صفه. جنوب افريقيا قدمت اسلحة، قدمته عسكريا لروسيا، امريكا كشفت ذلك رسميا. جنوب افريقيا تقود منظمة بريكس نحو هذا الاستغناء عن الدولار الامريكي في هذه المعاملات الدولية، الا فقط دعم الاقتصاد الروسي، وأمريكا طبعا ترفض هذه الخطوات جملة وتفصيلا. فجنوب أفريقيا أيضا ترفض مذكرة اعتقال الدولية في حق بوتين، وتعلن رسميا أنها تتحدى محكمة الهاي الدولية ربما تنسحب من هذه المنظمة. ستستقبل بوتين يوم غد على أراضيها خلال الشهر القادم، إذ هذا سيمر هكذا بدون أي رد. هل أمريكا ودول الغرب ستترك جنوب إفريقيا لحالها؟ لا أبدا، هناك دمار حصار ينتظر جنوب إفريقيا، وينتظر أيضا كما وضحت في الحلقة السابقة، تنتظر الجزائر أيضا التي اختارت نفس الشيء، نفس الطريق، الوقوف مع روسيا ضد أمريكا وضد الغرب. فالمهم هنا في هذه الحلقة هو ماذا حصل في بولندا، ما هي تفاصيل الإهانة التي تعرضت لها جنوب إفريقيا كرد أولي فقط على موقف جنوب إفريقيا الجديدة. اليوم كما يعلم الجميع كانت هناك بداية الوساطة الإفريقية التي يقودها جنوب إفريقيا من أجل إيقاف هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي من أجل إيقاف هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي كانت هناك زيارات قادة رئيس جنوب إفريقيا رامافوزا إلى روسيا وإلى أوكرانيا وإلى أوكرانيا ثم إلى روسيا. فالرئيس الجنوب الإفريقي كان عنده برنامج، عندما ينتهي من زيارة أوكرانيا سيغادر الأراضي الأوكرانية نحو بولندا عبر القطار، ومن هناك يتجه نحو روسيا جوا، ثم يعود إلى جنوب إفريقيا بعدها. لذلك قبل وصول رئيس جنوب إفريقيا رامافوزا إلى بولندا، وكما جرت به العادة في كل الزيارات الخاصة بالرئاسة للدول، هو عندما يكون الرئيس دولة سيزور بلاد معين، يكون هناك قبل ذلك استعدادات وإنزال أمني من هذا، تحدث في قوات خاصة، استخبارات أمن وغير ذلك. لذلك جنوب إفريقيا قبل السفر رئيسها نحو أوكرانيا أرسلت طائرة إلى بولندا تنقل 120 شخص من القوات الخاصة للرئيس، من أفراد الأمن، من الاستخبارات، حتى يلتحقون نحو أوكرانيا ويؤمنون هذه الزيارة، يؤمن وصول رامافوزا إلى أوكرانيا وإلى بولندا أيضا. وهذا الوفد كان يضم أيضا كبار الشخصيات الأمنية، منهم جنرال يشغل منصب فرقة الحماية الرئاسية في جنوب أفريقيا. لكن الذي حصل هو أن بولندا اعتقلت كل طاقم الطائرة، احتجزت كل من في هذه الطائرة، وتم منعه من نزول الطائرة ومن دخول الأراضي البولندية، وقضوا ليلة كاملة داخل الطائرة محتجزين بدون أي مأكل ولا مشرب. ثم في الأخير تم طردهم ليعودوا إلى جنوب إفريقيا قبل وصول رامافوزا. إهانة بمعنى الكلمة، خصوصا عندما نعرف السبب. ما هو السبب؟ السبب الذي أعلنت عنه بولندا لما قدمت
بولندا بهذا، لأنه بسبب يؤكد أن بولندا والغرب عموما تعمدوا إهانة جنوب أفريقيا، تعمدوا التصرف كأول رد فقط على التحركات الأخيرة لهذا النظام. فوزارة الخارجية البولندية قالت أن هذه الطائرة التي كانت تقل هذا الوفد المرافق للرئيس جنوب أفريقيا احتجزت بسبب وجود مواد خطيرة على المتنية. فما هي المواد؟ قالت هي أسلحة الوفد الأمني المرافق. منطقيا، هل يعقل أن يكون وفد أمني مرافق للرئيس بدون أسلحة؟ هل يعقل أن تكون القوات الخاصة التي ترافق الرئيس أو الملك أو غير ذلك القائد بدون أسلحة بدون سلاح؟ ما جدواها من هذه القوات إن كانت من غير أسلحة إن كانت من غير مسلحة؟ الأمر طبيعي جدا أن تكون مسلحة، لكن عندما يكون هناك قصد عرقلة وإهانة هذا الوفد تعتمد الإجراءات الأخرى وتطلب تراخيص وغير ذلك من مثل هذه الأمور. إذا بولندا تعمدت إهانة الوفد الجنوب الإفريقي، وما يؤكد ذلك أيضا هو أن جنوب إفريقيا انتقدت هذا التصرف، وأكثر من ذلك جنوب إفريقيا اتهمت الحكومة البولندية بمحاولة تعطيل مبادرة السلام الإفريقي ومحاولة تعطيل الوساطة التي تقود جنوب إفريقيا، وأكثر شيء جعل بولندا تنتقم من جنوب إفريقيا بهذه الطريقة. وأنه قبل أسابيع قليلة فقط جنوب إفريقيا خرجت بقرار أفرح الروس كثيرا. ما هو هذا القرار؟ القرار هو حظر بيع الأسلحة لبولندا، لأن يعني قالت حينها أن بيع الأسلحة لبولندا ممكن يتجه لأوكرانيا، بمعنى ممكن أن تقدم هذا السلاح جنوب إفريقيا كمساعدات لأوكرانيا وتحارب به روسيا. الحليف للجنوب الإفريقي لذلك أوقفت بيع أي سلاح لبولندا تقريبا لروسيا. ولذلك بولندا اليوم تنتقم، وغدا أيضا ستنتقم أمريكا، ستنتقم بريطانيا وكل القوى الغربية. فأنا أرى ما حصل لجنوب إفريقيا هو شيء بسيط مقارنة مع ما هو قادم، وأرى أن الجزائر التي اتجهت في نفس هذا المنهج ستعاني كثيرا أيضا خلال الفترة القادمة. لأن السؤال المطروح هو ماذا قدم الاتحاد السوفيتي للجزائر عندما كان قويا ولا شيء؟ إذا ماذا ستقدم روسيا اليوم للجزائر وجنوب إفريقيا وهي اليوم مفككة ضعيفة مثقلة بالعقوبات؟ الطريق الذي اختارته هذه الدول مثل جنوب إفريقيا والجزائر لن ينتهي في نظر أمريكا لعقوبات طويلة من الزمن، وستندم كثيرا عليه. يوم لا ينفع الندم، وأرى أنها هي أشهر قليلة فقط وسترون النتيجة. إخواني أخواتي، وصلت لهذه الحلقة ديال اليوم، نتمنى إن شاء الله تشتركوا في القناة، دعمونا باللايك والإعجاب، وشكرا لكم جميعا. إلى حلقة قادمة بعون الله.